شبكة وطنية للنزاهة هي الآلية الجديدة التي تعول عليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لتفعيل دور المجتمع المدني وإشراك قواعده في مهام التحسيس من مخاطر الفساد والتبليغ عن الخروقات والتجاوزات. ستعمل الهيئة من خلال هذه الشبكة على مساعدة المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد بإيجاد آلية للتبليغ لدى الهيئة والتواصل معها مباشرة. سيتم غدا على مستوى المعهد العالي للتسيير بإشراف الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد ومكافحته تكوين أول فوج من جمعيات المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. أتذكر حين أتيت للجزائر شاركت في المشاورات الأولى للمجتمع المدني المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. هذه مشاورات أخرى من أجل وضع استراتيجية فعالة مع المجتمع المدني. لا وجود للحديث عن أخلاقة الحياة العامة في الجزائر الجديدة دون مشاركة المجتمع المدني الذي سيلعب دورا فعالا في تجسيد الاستراتيجية. المبادرة وبقدر ما لاقت استحسان الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فوائد المجتمع المدني ثمنت بدورها هذا المسعى الرامي إلى الوقاية من الفساد. احنا هذه فرصة سعيدة أننا من هذا اللقاء نشاركوا في التكوين من أجل اكتساب اولا المهارات وتدعيم القدرات اللي تسمح لنا غدوه ماشي باش ربما مكافحه الفساد عندها الياتها بل للحد والتقليل من 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 من, من الفساد في حد ذاته. الإسراع في إنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة خطوة جديدة تخطوها الهيئة ضمن مقاربة تشاركية تمهد الطريق لمناهضة الفساد في ظل دولة القانون.